أحبتي في المسيح، وبعد غياب أسبوع كامل بعيد عنكم أحب أقول إني اشتقت لكم، لأنكم أنتم كنزي ورأس مالي. علشان كده حيكون اليوم في فقرتنا خلك مع المسيح تتكلم عن قول المسيح: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدى، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد السوس ولا صدى، وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون. متى 6 الآيات من 19 إلى 20. واضح من هذه الآيات أنه هناك نوعين من التخزين والكنز: تخزين مرفوض من قبل الله وتخزين ممدوح. التخزين المرفوض هو تخزين المال اللي يتصف بالإنانية والخوف من المستقبل بدلا من الاعتماد على الله، وهو مسكين هذا ما يدري بأنه المال ما في شيء من الضمان، خصوصا هذه الأيام ومع تقلبات العملات بالأسعار حقتها وقيمتها وبشكل سريع، وحتى الذهب ممكن يتعرض للسرقة. التخزين اللي يطلب صاحبه من خلاله الرفاهية كمان هذا مرفوض، مثل ركوب السيارات الفاخرة والسكن في قصور مترفة ولا يركب يخوت غالية الثمن. كل هذه الأشياء بتزول وما يبقى إلا اللي يسوي مشيئة ربنا حسب يوحنا الأولى 2 الآية 17. أو الإنسان مسكين هذا يحس أنه كرامته بتزيد لما تزيد قروشه، ويصير يحاول الحصول على المال وعلى الثروة حتى ولو كان على حساب كرامته ومحاربة أقرب الناس منه، وبالتالي يفقد هذا الإنسان المسكين الهدف الأساسي بسبب وجوده في الحياة، ومش عارف أنه ربنا ممكن يطلب حياته بأي لحظة، لأن حياته أصلا هي ملك الله ومش ملك له. لكن خلينا نتكلم الحين عن التخزين الممدوح اللي ربنا يمدحه، هو التخزين في السماء المرتبط بالولادة الروحية. والكتاب يقول لنا هذا لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكن فضل القوة لله لا منا، كورنثوس الثانية 4:7. علشان كده تلاقي المؤمن الحقيقي سعيد في حياته سواء كان غني أو فقير، وهذا لسبب بسيط: لأن قلبه صار متعلق بالسماويات ومش بالأرضيات. لما يكون كنزك في السماء ساعتها تشتغل على أنه كنزك يكتر، تشتغل عليه من خلال علاقاتك مع أفراد أسرتك ومع قبيلتك ومع المجتمع اللي حولك، تصير تحب تساعد الفقراء والمساكين، تحب تساعد المحتاجين، وطبعا هذا ينعكس عليك بالخير دنيا وآخرة. المسيح قال: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما من يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. متى 6 الآية 24. طيب، هل المؤمن مطالب فقط بالعمل من أجل الآخرة وإهمال الدنيا؟ طبعا لا، ربنا يبغاك تشتغل وتحصل على المال وتعيش أنت وأهل بيتك حياة معززة مكرمة. بولس الرسول رسول المسيح كان يشتغل في صناعة الخيام، أعمال 18:3. ولكن المهم أنه يكون العمل شريف وما يأخذك من ربنا، وتكون أمين في دفع الضريبة علشان حكومة بلدك تقدر تقوم بواجبها. وإذا كان هناك ناس يشتغلون معك تعطيهم رواتبهم في وقتها وقص على هذا. أحبتي في المسيح، المختصر المفيد يعني قوم بعملك كالمعتاد بكل أمانة، وطالب بحقوقك من رواتب وحوافز وتأمينات وخلافه، ولكن المهم أنه تكون دوما متذكر السماء وحياتك الأبدية وعمل الخير
علشان تكنز لك كنوزا في السماء، ولا يقدر الحرامي يسرق شيء منك، لأن رأس مالك موجود وين؟ موجود في السماء، ومش في الخزنة أو البنك، ولا حتى في عقار. أصلي أن تبدأ من اليوم على تنمية ثروتك السماوية، وإذا تحب أصلي معك. اتواصل معنا عبر بريد الصفحة اللي حيظهر قدامك الآن على الشاشة، والرب يسوع المسيح يبارك حياتكم جميعا. آمين. ولت عني الأحزان، صار السعد معادي يوم عرفت الفاني، صار السعد معادي يوم عرفت الفاني، يوم عرفت الفاني صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفاني صار يوم ميلادي، فيه ابتدت حياتي يوم عرفت الفاني، فيه ابتدت حياتي يوم عرفت الفاني. ربي رئيس السلام، ومحى كل الظلام، ربي رئيس السلام، عايش فرح معادي يوم عرفت الفاني، أنا عايش فرح معادي يوم عرفت الفاني، يوم عرفت الفاني صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفاني صار يوم ميلادي، بيها ابتدت حياتي يوم عرفت الفاني، بيها ابتدت حياتي يوم عرفت الفاني. وقلبي صار طريق الحر أشرق بها شمس البر، قلبي صار طليق حر أشرق بها شمس البر، نبضه يغني ينادي يوم عرفت الفاني، نبضه يغني ينادي يوم عرفت الفاني، يوم عرفت الفاني صار يوم ميلادي، يوم عرفت الفاني صار يوم ميلادي، وبيها ابتدت حياتي يوم عرفت الفاني، صار السعد معادي يوم عرفت الفاني، عايش فرح مو عادي يوم عرفت الفاني، نبضه يغني وينادي يوم عرفت الفاني.
أعزائي المشاهدين من داخل المملكة العربية السعودية الحبيبة وخارجها، أهلا وسهلا ومية هلا فيكم وسلام المسيح معكم. أحد أهم المفاهيم الخاطئة ولكنها للأسف منتشرة بين أهلنا المسلمين هي أن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة ومش إله واحد، وهذا طبعا مفهوم خاطئ جملة وتفصيلا. فالمسيحيين يعبدون إله واحد فقط لا غير، ويشهدون أن لا إله إلا الله، وهذه حقيقة راح نبينها ونتأكد منها بعد قليل إن شاء الله. فالموضوع يحتاج منا إلى شوية توضيح يبين سبب هذا الاعتقاد الخاطئ، ويحتاج منكم تحكيم العقل والمنطق والضمير وتحري الدقة في أي معلومة تخص الإيمان المسيحي، ومحاولة التأكد منها قبل تصديقها واتهام المسيحيين بها، وهي في الأصل وهم في الأصل بريئين منها تماما. وعموما إحنا كمسيحيين على استعداد تام للإجابة على كل أسئلتكم وتوضيحها بكل محبة واحترام. فلو عندك أي سؤال يخص الإيمان المسيحي فرجاء لا تتردد، وراسلنا على بريد البرنامج أو من خلال صفحتنا على الإنترنت. والحين خلونا نحاول نفهم من فين جاب المسلمين هذا الاعتقاد الخاطئ عن المسيحية، وإيش القصة بالضبط، ومين المقصود فيها. يقول القرآن في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ويتابع: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وفي سورة النساء الآية 171 يقول: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه. إذن اللي نفهمه من خلال هذه الآيات إن القرآن هنا يكفر ويحذر على ما يبدو المسيحيين من عبادة ثلاثة آلهة وعبادة الإله الواحد، وإن الآلهة الثلاث المقصودين من الآيات المذكورة هم الله والسيد المسيح والسيدة مريم. فهل فعلا المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة مثل ما تذكر الآيات السابقة، أو يعبدون إله واحد فقط مثل ما تقول سورة العنكبوت الآية رقم 46؟ شو تقول سورة العنكبوت؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا، لاحظ، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني هل المسيحيين يعبدون إله واحد حالهم حال المسلمين مثل ما تذكر سورة العنكبوت، أو يعبدون ثلاثة آلهة مثل ما تقول آيات التكفير؟ فأي منهم صح وأي آية منهم غلط، أو أي آية فيهم نصدق وأي آية فيهم ما نصدق؟ شيء محير فعلا. لكن الحقيقة أن هناك سببين رئيسيين لهذا الفهم الخاطئ عن المسيحية. أولها، وأنا أعتذر عن كلمتي لو بتزعلكم، هي أن القرآن كان أحد الأسباب في انتشار هذا المعتقد الخاطئ عن المسيحيين، وقت جمع الأولي بالتالي بدون تمييز. فالقصة ببساطة ترجع للقرن الخامس الميلادي، واللي ظهرت فيه فرقة مهرطقة ومبتدعة رفضتها الكنيسة من أول أيامها، يطلقون عليهم اسم المريميين. هذول المريميين كانوا في الأصل وثنيين يعبدون آلهة الزهرة ويسمونها ملكة السماء. فلما جاءوا للمسيحية حاولوا يحتفظون بمعتقدهم القديم، فاعتبروا السيدة مريم إله بدل الزهرة إضافة إلى الله الآب والمسيح الابن. ومع أن هذه الفرقة انتهت كليا في القرن السابع الميلادي، إلا أن القرآن عمم هذه الفكرة المرفوضة على المسيحيين أنفسهم، على جميع المسيحيين في العالم، وزاد عليهم اليهود فوق البيع وقال أن أهل الكتاب كلهم يعبدون ثلاثة آلهة هم الله والسيدة مريم والسيد المسيح. علماً أن بعض علماء المسلمين أنفسهم مثل الطنطاوي والبغوي كانوا أكثر إنصافاً، وذكروا
هذا في الفرقة أو سموها بالمرقشية في تفسيرهم، ذكروا الفرقة وسموها بالمرقشية في تفسيرهم لآية كفر الذين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لكن المشكلة إن الفرقة راحت واندثرت، لكن المسيحيين اليوم إلى اليوم يتهمون ويشنع عليهم بحجة إنهم يعبدون السيدة مريم، وكل هذا بسبب تعميم القرآن لهذا الفكر الخاطئ على جميع المسيحيين. فهل تقبل مني مثلا أعمم وأقول إن ميرزا غلام أحمد القادياني هو المسيح المنتظر عند المسلمين أو عند جميع المسلمين، مع إن هذا غير صحيح؟ فغلام أحمد هو المسيح المنتظر فعلا، لكن عند الطائفة، عند طائفة يرفضها أغلب المسلمين اسمها الطائفة الأحمدية. يا ريت تكون عادل وتحكم بضميرك. أما السبب الرئيسي الثاني فيرجع لعدم فهم الإسلام وشيوخه لحقيقة الثالوث المقدس، هو الله والابن والروح القدس، ويعتبرونهم ثلاثة آلهة متفرقين ومش إله واحد، وكأن المسيحيين يعبدون الله ثم يتوجهون للابن وبعدها يتعبدون للروح القدس. ومع أن المسيحيين يرددون باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، لأن المسلمين برضو مصرين أن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة، وكأنهم يعرفون المسيحية أكثر من المسيحيين أنفسهم، فشيء عجيب فعلا. وأنا ممكن أتفهم عدم إدراكهم أو فهمهم لعبارة الوحدانية الجامعة، وهذا مقبول بالنسبة لي وعادي وما يحتاج غير أنهم يسألونه ونجلس معهم بكل محبة ونجاوبهم بكل سرور ومودة، لكن إنهم يصرون ويدعون زور إننا نعبد ثلاثة آلهة لعدم فهمهم لطبيعة الله، ويتخذون من سبب للتكفير وإباحة الدم والعرض والمال، فهذا أمر مرفوض طبعا. لكن اسمحوا لي أثبت لكم بالأدلة ومن قلب المسيحية إن المسيحيين يعبدون إله واحد فقط. وقبل أبدأ أحب أذكر الأخوة المسلمين إن المسيحية خرجت من رحم اليهودية وانتشرت أولاً بين اليهود، فالمسيح شخصياً كان يهودي والتلاميذ كلهم يهود، ومثل ما نعرف أن اليهود موحدين بالله من آلاف السنين وقبل ما يعرف العرب التوحيد أصلاً، فكيف تتوقع أنهم يعبدون ثلاثة آلهة أو كيف يتأثرون بآلهة اليونان مثل ما يذكر البعض؟ فهذا أمر غير منطقي تماماً ولا يصدر من اليهود الموحدين. وعلى فكرة حتى اليهود اللي حاربوا المسيحية في بدايتها ما قالوا إن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة، ومثل ما نعرف إن الإسلام سمح بأكل طعام المسيحيين والزواج منهم وقبل الجزية منهم بعكس المشركين، فكيف يكونوا غير موحدين؟ وإذا كانوا المسيحيين غير موحدين فمن الموحد أصلا؟ لكن خلوني أذكر لكم بعض الإثباتات والأدلة على وحدانية الله في المسيحية، واللي يعتبر أوله أكثرها وضوحاً هو قانون الإيمان المسيحي نفسه، واللي يتفق عليه جميع الطوائف المسيحية المعتبرة. فإيش يقول يا ترى قانون الإيمان المسيحي؟ سمعوا وركزوا، يقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. شو يقول؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. فهل في وضوح أكثر من كذا؟ ومن قلب الإيمان المسيحي نفسه؟ إيش رأيك؟ هل محتاج زيادة تأكيد؟ طيب اسمع معي المسيح في إنجيل لوقا الإصحاح 4 آية 8 إيش يقول؟ يقول الرب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وغيرها في إنجيل مرقس إصحاح 12 آية 29 إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وفي لوقا إصحاح 10 آية 27 يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. يقول تحب الرب إلهك، يعني إله واحد بس. وهناك الكثير من الآيات ومن قلب كتابنا المقدس تشهد بأعلى صوت إننا نعبد إله واحد بس.
وعموما هذا هو الكتاب المقدس موجود وتقدر تشوفه بنفسك. ولو سألت أي مسيحي صغير أو كبير، عربي أو أجنبي، إنجيلي أرثوذكسي أو كاثوليكي، عن كم إله يعبد، يا إما يزعل منك يا إما يأخذك على قد عقلك ويجاوبك إنه يعبد إله واحد بس. وأخيرا، عادي جدا لو حاولت تفهم طبيعة الله وما قدرت، فالله لا تدركه العقول، لكن لو سمحت لا تكفر ناس يفهمون وراضين فيه. ولأن أخوي والآن أخوي المسلم، لو حبيت تعرف حقيقة الله فصلي أن يعلن الله نفسه لك ويكشف لك ذاته، فهو قريب منك وتأكد أنه في انتظارك. فصل وإحنا معك نصلي. للمسيح ينير العقول والأبصار ويرشدكم إلى الطريق والحق والحياة. ختاما أقول: لا تقولوا ثلاثة آلهة انتهوا، فإنما إله المسيحيين إله واحد ونحن به مؤمنون. وشكرا لكم، وأشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة. مشاهدينا الأحباء، أحييكم مع فقرة جديدة من فقرات اللي تتكلم عن روائع الإنجيل. اليوم حنتكلم عن قصة شيقة جدا، أحس إنه هذا القصة تلمسني مثل ما هي تلمس الكثيرين منكم الآن. قصة المسيح لما شفى الرجال المولود أعمى. تعالوا نقرأ هذه الآيات المباركة سوا. وفيما هو مجتاز، يعني يسوع، رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبوه، حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبوه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عين الأعمى وقال له: اذهب واغتسل في بركة سلوم، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. هذه الآيات من يوحنا 1 الآيات 9-7. حنا البشر ومن آلاف السنين ومن أيام المسيح وإلى الآن نقول نفس الكلام. لما نشوف واحد عنده مصيبة تقول أكيد ربنا غضبان عليه، علشان كده ربنا يعاقبه. تخيل انك انت هذا الاعمى والناس تقول عنك كده، مش هذا كلام جارح؟ صدقوني حرام، ما يجوز هذا. ولكن اول مره هذا الاعمى يسمع كلام النعمه من يسوع لما يقول له، بما معناه: لا انت مش خاطئ، انت حبيبي، انت مش غلطان، ولكن ربنا يبي يظهر مجده وسلطانه من خلالك ومن خلال مرضك. هللويا. شفت الفرق؟ شفت الفرق بين كلام الناس الجارح وبين كلام الرب يسوع المسيح اللي يبني ويعطي الأمل والفرح؟ يمكن هذا الرجال كان يقعد ويشحد وياخذ فلوس من الناس لما يتصدقون عليه، ولكن كلمة المسيح هذه أعظم من كل مال الدنيا. ربنا ما اكتفى بهذا، لكنه أكمل معه معروفه وتفل على الأرض وسوى طين ودهن عيون الأعمى وقال له: روح اغتسل في بركة سلوم أو سلوام، وبعدها رجع يشوف. وأهم شيء أنه شاف
المسيح شخصيا، شاف المسيح اللي فتح له عيونه. تخيل درجة الفرح اللي في قلب هذا الرجال يوم ان انفتحت عيونه وشاف المسيح. المسيح لما نسوى هذه المعجزة سواها يوم سبت، وطبعا احنا عارفين انه هذا حرام عند يوم عند اليهود انك تشتغل يوم السبت، فكانوا اليهود زعلانين منه وقالوا نفسهم لو عاقبنا المسيح علشان شاف الأعمى يوم السبت حصير الناس تحبه، ولو تركناه هم بعد الأعمى حيصير يتكلم ويشهد له، وبالتالي الناس حتصير تحبه. فقالوا للأعمى انكر انه المسيح فتح عيونك. فقال لهم كلمة واحدة، شيء واحد عرفه، انا كنت أعمى والآن أبصر. هذه الكلمة صارت شعار لكل متقدم للمسيح، شعار لكل عابر من الظلمة إلى نور المسيح. كلنا حنا المسيحيين اللي من خلفية إسلامية نقول نفس الكلمة اللي قالها الأعمى اللي فتح المسيح عيونه. كلنا نقول كنت أعمى والآن أبصر. وبعد مشادة كلامية بين مشايخ اليهود وهذا الرجال الأعمى راحوا وطردوه من المجمع، ولكن المسيح لقاه ووجده واعترف هذا الأعمى بالمسيح إنه ابن الإنسان الله الظاهر بجسد وسجد له. هذا بيوحنا 9:35-38. هذا الأعمى قال عن المسيح أول مرة إنه إنسان حسب يوحنا 9:10، وبعد ما عرف المسيح أكثر بحسب إنه يوحنا 9:17 عرف إنه المسيح نبي. ولكن لما عرف المسيح بالشكل الصحيح بعد ما تفتحت عيونه عرف إنه المسيح هو الله الظاهر بالجسد وسجد له، يوحنا 9:37. هذا هو إلهنا، هو في الحقيقة إله ويحبنا ويبينا ويبي يفتح عيوننا، لكن حنا اللي نتدرج بمعرفته شوي شوي. علشان كده صلي معي وقول يا رب أعرف إنك أنت هو الله، يا رب فتح عيوني لشخصك الكريم وخلني أشوف بعيوني الروحية والجسدية وأتمتع مجلسك وأكون معك إلى الأبد. يا رب فتح عيوني مثل ما سويت مع المولود أعمى، وإذا أنت سويتها من 2000 سنة أكيد أنت تقدر تسويها يا رب ثاني وثالث وإلى ما لا نهاية، لبعد 1000 سنة من الآن ومن 100 سنة ومن أسبوع وبعد شهر واليوم. وأنت يا رب تقدر أن تفتح عيوني لشخصك الكريم بهذا اليوم المبارك بالمسيح يسوع. آمين.